السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب نهار عبد المنعم نهار، الشاب الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر، بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من وقت ما أعلن خبر وفاة الشاب نهار عبد المنعم نهار وانهالت التعليقات بسرعة البرق على خبر الفاجعة، داعين له بالرحمة والمغفرة وداعين لأهله ولزويه بالصبر والسلوان. ويذكر من عائلته وأصدقائه إن نهار كان شخص محبوب، وإن نهار رحل وسيرته محمودة وطيبة وعطرة، وكمان عبر أصدقائه كلهم بتغريدات ليه على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم عند سماع خبر وفاته. ندعي له يا جماعة كلنا بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. لحد دلوقتي محدش يعرف ملابسات وفاته ايه، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. عايش طيب وسيرته طيبة وكل أصدقائه كانوا بيحبوه. ده كان الخبر بتاعنا، ربنا يصبر أهله يلهمهم الصبر والسلوان. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.